المدير العام لمجمع الشروق اللي راح يرحب بكل الضيوف الكرام المتواجدين معنا في هذه الخيمة، ويرحب أيضا بكل متابعي قنوات بي سي بن وقناة الشروق العامة والشروق نيوز، فليتفضل معنا. مساء الخير سيد رئيس العام. مساء الخير. أهلا، رمضان كريم، صح فطورك. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوات العزيزات الإخوة الأعزاء ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، صحة فطوركم وربي يتقبل الصيام والصلاة إن شاء الله. يسعدني أن أرحب بكم في هذه الليلة المباركة من أواخر ليالي رمضان المبارك التي رافقتنا طيلة شهر رمضان من خلال مختلف الإنتاجات ومختلف الحصص والبرامج التي كانت تبث على قنوات الشروق. الشبكة البرامجية كما لاحظتم لقنوات الشروق خلال هذا رمضان كانت ثرية ومتنوعة، فيها الغث وفيها السمين، ولكن الشروق بهذه الشبكة البرامجية الحمد لله كانت دائما في الريادة، وهذا بفضل جهود جميع العاملين في مجمع الشروق وكذلك جهود كل الذين ساهموا معنا من منتجين ومتعاملين اقتصاديين. نحن نقدر هذه الجهود، وتثمينا وتقديرا لهذه الجهود نظمنا هذه السهرة المباركة لتكريم مختلف الوجوه الفنية والثقافية والإعلامية. فنقول لكم، أنا لا أحب أن أطيل في الكلمات، نقول لكم مرحبا وأهلا وسهلا في هذه السهرة المباركة، ونتمنى أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة وممتعة. وخلال هذا الحفل سنتطرق إلى مختلف المحطات كما تفضل الأخ لطفي، وسنعلن عن بعض الأشياء أو المشاريع الجديدة خلال مرحلة الدخول الاجتماعي القادم. فأهلا وسهلا بكم ومرحبا وبارك الله فيكم. شكرا لسيد